عقد سعيد النصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مؤخرا اجتماعا مع المرشح السابق لرئاسة الفريق الأحمر. وكشفت مصادر مطلعة لشوف تي في اليوم الثلاثاء أن الاجتماع حضره بعض الموالين للمرشح السابق إضافة لعضو من المكتب الحالي للوداد. وقالت المصادر ذاتها أن الاجتماع تمحور حول السبل الكفيلة بضمان انتقال الوداد الرياضي إلى نظام الشركة، بعدما كان النصيري قد قام بملائمة القوانين في جمع المكتب المديري السابق. ولم تستبعد مصادرنا الخاصة أن يكون النصيري يخطط لتنصيب الشخص المذكور رئيسا لفرع كرة القدم، بحكم أن قانون 09-30 يخول لرئيس المكتب المديري مهمة انتداب رؤساء الفروع.